سليمان بن سحيم هذا من خصوم الشيخ في وقته، معاصر للشيخ، وهم طوع معكال، حارة في الرياض معروفة بهذا الاسم إلى الآن. كان يجتمع في هذه الحارة من الخرافيين أناس يجتمعون فيها، ومنهم هذا مطوع المعكال، كذب على الشيخ وكتب رسالة تضحك الناس بالاتهامات والكذب. الشيخ رد عليه في رسالة موجودة في رسائل الشيخ، رد على سليمان بن سحيب رد افتراءاته، وأشار إليها هنا، هذه إشارة فقط، وإلا الرد المفصل في رسالة مستقلة على سليمان بن سحيب كتب إليه من محمد بن عبد الوهاب إلى سليمان بن سحيب. أما بعد فقد بلغني أنك تقول كذا وتقول كذا، وكل فرية يرد عليها. نعم. أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم وأنه قبلها وصدق. يعني كأنه رحمه الله يستشف أن سبب سؤاله للقصيم، سؤاله عن عقيدته، أن سببه رسالة ابن سحيم، فهم لما جاءتهم رسالة ابن سحيم كتبوا إلى الشيخ يسألونه عن عقيدته، وهذا هو الواجب، الواجب التثبت، فهم أحسنوا صنعاً في هذا، الواجب التثبت. إذا بلغك عن شخص أنه يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا فالواجب أنك تتثبت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا، أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فليت طلبة العلم الآن والشباب ينتهجون هذا المنهج ويتثبتون ويتركون هذا التحارش بينهم وهذا التراشق بينهم، لأنهم إخوة، لأنهم إخوان وطلبة علم، عقيدتهم ولله الحمد واحدة، يتركون هذا التراشق وهذه الاتهامات ويتثبتون فيما بينهم. إذا ثبت شيء يتناصحون، إذا ثبت شيء مما قيل يتناصحون بينهم، ولا يتخذونه تشهيراً واتهامات وتراشق بالكلام، هذا لا يجوز أبداً، واجب التثبت. فإذا ثبت فإنه يناصح من ثبت عليه الخطأ والمخالفة، لأن الإنسان ليس معصوماً، الإنسان ليس معصوماً، يناصح. نعم. ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم. فيه واحد ثاني اسمه عبد الله بن سحيم، هذا طيب، هذا من تلاميذ الشيخ ورجل طيب، وهو الظاهر أنه من أهل السدير، من أهل الحرمة، فلا يشتبه عليكم بن سحيم عبد الله بن سحيم سليمان هذا خبيث، أما عبد الله فهذا طيب. نعم.